مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في رمضانيات. اليوم عندنا حلقة بنتكلم فيها عن شيء رمضاني بحت، وهو فانوس رمضان. طبعا يمكن فانوس رمضان مش مشهور في كثير من الدول، ولكنه مشهور كثير في دولة مصر. ليش إجا على دولة مصر؟ لأنه بدأ أصلا في دولة مصر، يعتبر هو الأساس. الآن بدأ يصنع خارج مصر، في دولة الصين مثلا بيصنعوه بيشتروه بيبعوه لمصر، ولكن مشهور في مصر. ما في بيت مصري بيستقبل رمضان بدون فانوس رمضان. يقال انه بدأ في سنة 1972 ميلادي تقريبا، عندما جاء المعز لدين الله الفاطمي لعمل دولة الفاطمية أو عاصمتها اللي هي القاهرة، وبالتالي قام الناس وخرجوا لاستقباله، وكان شوي مساء فحملوا فوانيس، وقال إنه كان يا 15 رمضان يا أول رمضان، فحملهم للفوانيس. هذا أعطى مؤشر للدولة الفاطمية، وسوى إنه هذا جزء من تقديس أو رمضان أو من تقاليد رمضان، وبالتالي بدأت هذه العادة. وطبعا هذا الشيء ممكن يكون مظبوط، ولكن يقال انه هذا نوع من انواع الفانتازيا، ولا احد يتوقع انه هذه القصة حقيقية. هناك قصص اخرى من اين نشأ هذا الاصل تبع فانوس رمضان. من هذه القصص هي انه كان الاطفال يدوروا في الشوارع أيام الفاطميين بفانوس رمضان، بيحاولوا أنهم يستلطفوا الناس، يعطوهم بعض الحلويات ومنها القطايف. وللعلم في طبختين مشهورات في الوطن العربي اللي هي القطايف، حكينا عنها في حلقة، أصلها فاطمي، الفاطميين هم من اخترعوها، والملوخية، طبخة الملوخية برضو أصلها فاطمي كما يقال، وهم اللي اخترعوها. انسى الملوخية والقطايف، هلا الأطفال كانوا يحملوا هذا الفانوس عشان يطلبوا حلويات ومنها القطايف من الأصدقاء أو الكبار السن، وهذا كان يعتبر تقليد رمضاني بعد الإفطار، فكانوا يعني يعرفوا أنهم هدول أطفال وبحاجة لحلويات. في قصة ثالثة بتحكي أنه أصلها أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي، اللي كان يمنع خروج النساء بتاتا من منزلهم إلا في شهر رمضان ليلا، كان يمنعهم يخرجوا ليلا من منازلهم بأي شكل من الأشكال إلا في شهر رمضان عشان يروحوا يصلوا التراويح. لكن كان في شرط عشان يروح المرأة تخرج من بيتها تصلي التراويح، لازم يكون أمامها طفل حامل فانوس رمضان. هذا بعطي الناس معرفة إنه القادمة هي مرأة، فبيزيحوا الطريق إلها وما بيصير في أي تلامس، وهذا برضو بعطيهم إنه لازم يحترموا أو يغضوا النظر بهذا الموضوع. فكان هذا أحد الأمور التي يعتقد إنه فانوس رمضان بدأ فيها. أين بدأ فانوس رمضان؟ يعني كلها قصص قد تكون حقيقية وقد لا تكون، ولكن الأهم أن فانوس رمضان أصبح جزء لا يتجزأ من معنى رمضان، وخاصة في جمهورية مصر. انتقل طبعا لمدن كثيرة، بدأ يستخدمها بعض أهل دول الخليج، بعض بلاد الشام، ولكن في مصر هو متأصل، لأنه أصلا بدأت هذه العادة في مصر. والآن طبعا مع التطور بدأت هذه الفوانيس تصبح بالبطارية، كانت دائما بالكاز والفتيلة، لكن الآن طبعا في تطور وأصبحت بالبطارية، وأصبح منها حتى USB شحن، وما أدراك ما القادم. على خير إن شاء الله. على كل حال حبينا نتمنى لكم كل عام وأنتم بخير، نراكم في حلقة قادمة. سلام.